لحل محل ما وصلنا هلا، ولكن هلا حان الوقت ننتقل عند زميلتي اليز ونشوف مين مع الضيوف. لإلك اليز. يعني بصراحة عفاف صعبة النقلة من أجواء نقول القصة الرائعة، ولكن حان الوقت هلا حتى نستقبل رومي رافائيل وفادي الحاج حتى نحكي عن مركز حديث بعنوان Center for Development, Democracy and Governance. اهلا وسهلا فيكم رومي رافائيل وفادي الحاج بحلو الحياه. اليوم رح نحكي عن مركز ذكرت عنوانه انا Center for Development, Democracy and Governance. بالبدايه اذا بتعرفنا شو هو فادي هالمركز؟ خلينا نقول انه هو جمعيه غير حكوميه، نعم، ان جي او، يعني ما عندها اي افيلياسيون بوليتيك، اي انتماء سياسي. عظيم. تشتغل لتنميه المناطق اللبنانيه كافه. اكيد بتبلش بالمناطق اللي بحاجه اكثر من غيرها للتنميه، اللي هي المناطق الأطراف أو المناطق البعيدة عن الساحل والمدن الكبيرة. التنمية عم بتقول بأي إطار؟ فينا نبلش التنمية الزراعية اللي هي أهم شيء، نعم. نرجع التنمية البيئية اللي هي كتير اليوم مطلوبة، لأنه عندنا بيئة بدنا نحافظ عليها إن كان بلبنان أو برات اللي بقى منا قد ما فينا رح نعمل. التنمية الصناعية وأهم شيء التنمية البشرية اللي هي بتربط الإسمين الباقيين اللي هي ديموكراسي أند جوفرنس. عظيم. أي متى تأسس هالمركز ومين في وراء، يعني مين الأشخاص اللي أسسوه إذا فينا نقول؟ تأسس بأيلول 2009، ولكن أخذ علم وخبر بشباط 2010، لأنه في فترة تحضيرية هي بتسبق العلم وخبر اللي هي الوراق والتحضيرات القانونية كلها. وفي مجموعة شباب وشابات حابين يعملوا شيء بلبنان، يغيروا الواقع الموجود. هيك انطلقتوا، يعني هيدا هي الفكرة الأساس. كلنا ملتزمين بشغلنا، ملتزمين بعيالنا محل ما نحن، ولكن حبينا نعمل شيء حد هاللي عم نعمله ونقول أنه بدنا نحسن ونطور لبنان، بدنا ننمي. عظيم. رومي، بالنسبة للتواصل مع الناس، يعني بالنهاية في كل منطقة أشخاص بحاجة لإلكم، كيف عم يتم التواصل مع هؤلاء الأشخاص؟ يعني الشباب ويمكن كل الأعمار، ما هيك؟ وكل المهن. كيف يتم التواصل معهم؟ نحن مركز كثير على موضوع الكوميونيكاسيون عندنا بالمركز. ومن وقت ما تأسست الجمعية بأيلول 2009 حطينا خطة عمل، بلشنا نفذنا قسم كبير منها، وكل ما أكيد عم تكبر قدراتنا وكل ما عم تتطور وسائل الإعلام أكثر وأكثر، عم نقدر يكون عنا إكسبوجر أكثر، لأنه يعني الشق الإعلامي كثير مهم، هو بيكمل الشق العملي. أكيد. بيساعدنا نقدر نوصل المسج اللي نحن عم نشتغل كرماله. هلا بالنسبة ل يعني هن مش بس بالمناطق، يعني هي ضمن الكوميونيكيشن بلان يلي نحن عم نشتغل عليه. في الميديا بتلعب دور كثير مهم، السوشيال ميديا، في عنا ويب سايت cddg.org. مجرد الدخول على هذا الويب سايت بنعرف كل شيء عن هالمركز. هو مقسم اور بروجكت، يعني بيقدر يعرفوا بروجياتنا، كل مشاريعنا. نحن صار عنا 8 مشاريع ب8 ضياع لبنانيه مختلفه. اكيد في about us، في البوليسي، في الرولز او الرولز، يعني كل شيء بيختص بهالمركز. اضافه الى الويب سايت والميديا، في عنا فيسبوك بيج Center for Development, Democracy and Governance. في عنا تويتر، لينكد ان، وجوجل بلاس، كلهم يعني اذا حدا بحب يتواصل معنا هو cddg لبنان. عظيم عظيم. ونحن كثير بهمنا السوشيال ميديا لانه بتخلينا نقدر نعرف قد ايه متجاوبين معنا الاشخاص وردات فعلهم كمان، يعني بخصوص الايفنتات او بخصوص كثير منيح. هلا اذا بدي اسالك باي اطار بيتحرك هالمركز؟ وعم نشوف صور هولي لشو؟ هيدي مثلا المنطقة هي عينات الأرز يلي هلا نحن عنا بروجي تشجير ريفورستريشن ل 700 متر كاري. هلا هيدا البروجي هلا بده يبلش تنفيذه. عظيم. هيدا بإطار تحركهم، يعني واحد من الخطوات اللي عم تقوموا فيها أو من المشاريع. المشاريع طبعا. هيدا بروجي مثلا بسانكار باترون. نعم. في 8 بروجيات هلا. في كمان نحن اذا بدي احكي بس تكفي عن الميديا، في عنا موفي عم نعمله. نعم. هيدا الموفي بيفرجي كل مشاريعنا، هلا بدنا ننزله على يوتيوب قريبا، بيفرجي كل مشاريعنا وبنحكي عنهم بالتفصيل. هيك الناس كمان بتشوف عمليا شو عم بصير، شو عم بقدر يحقق هالمركز. ولكن العاملين بهالمركز مين هن؟ مين الناشطين فيه؟ خلينا نقول في قسم متطوع، يعني عنده شغله وعنده حياته المهنيه وبيجي بيعطي وقت معين بالجمعه او باليوم او بالشهر. وفي اشخاص هن عندهم فول تايم او وقت كامل من الوظيفه بيجوا كمان
وبيكونوا موجودين بالمركز 5 أيام أو 6 أيام بالجمعة أو أكثر حسب الحاجة إذا في مشاريع أو لا. والشغل داخل المركز عمليا كيف بيصير؟ يعني هالناشطين شو بيقوموا؟ أهم شغلة إنه نطلع الفكرة ونجرب نبحث على جهة مانحة. يعني عندنا فكرة بقية بدنا نطبقها. بنفتش بنعمل نوع من الريسيرش من البحث على جهة مانحة ممكن تقدر تطبق أو تنفذ الفكرة اللي عندنا إياها. بنلاقي لها تمويل وبنطبقها بمنطقه معينه. حلو. اكيد في شروط بتكون حطتهم جهه المنحه وعلى اساسه نحن بنشتغل. بس هي نحن افكار وكتيبه الافكار بصيغه معينه. على كل حال يعني بالفعل مركز كثير مهم وان شاء الله اكيد بيكون فعال باكثر مش بس بلبنان وانما خارج لبنان ايضا. اهلا وسهلا فيكم رومي رافائيل وفادي الحاج وكل التوفيق لكم. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. بريك ومنتابع.